السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. يوم جديد وحلقة جديدة في أسبوع جديد، إن شاء الله وصفاته كلها تعجبكم زي ما احنا متعودين مع بعض. يا رب دايما ننال رضاكم، ويا رب دايما كل وصفاتنا تعجبكم بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة من الأكلات اللي بنجيبها من برة، ما بنفكرش نعملها في البيت. هنعمل النهاردة مع بعض وجبة الشاورما العربي. كلكم يعني بدون استثناء على طول بتفكروا وجبة الشاورما العربي، اللي هي سندوتشات الشاورما اللي بتتقطع ومعها بطاطس مع مخللات مع صوصات معينة، على طول متعودين بنجيبها من برة. طب ايه المشكلة ان احنا نعمل الوجبة الجميلة دي عندنا في البيت؟ زي ما انتم شايفين كده كل ده عاملينه على ايدينا من شوية صغيرين خالص، عاملين الشاورما بالتوابل بتاعتها بصوص الطحينة المميز جدا جدا لشاورما اللحمة، بطاطس محمرة، شوية مخللات، شوية كاتشب، مايونيز، صوص الطحينة، المهم جدا جدا معانا اللي بيدي طعم فعلا فعلا الشاورما العربي. دي وجبتنا النهاردة. ان شاء الله الجمال اللي انتوا شايفينه ده هنطلعه مع بعض في اسرع وقت. وجبة انا عاملاها بايديا، عارفة انا مقدمة ايه لولادي، عارفة انا عاملاها ازاي، حتى الزيت اللي محمرة فيه البطاطس عارفة شكله ايه. كل ده هنعمله مع بعض النهاردة باذن الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا وجبة الشاورما العربي: عندي شاورما اللحمة، حتة لية مفرومة، بصل، بقدونس، ملح، فلفل، قرفة، جنزبيل، كزبرة ناشفة، كبابة صيني، بابريكا. دي يا جماعة التوابل المميزة جدا للشاورما العربي بتاعتنا. نقول التوابل الأول على بعضها: ملح وفلفل، تمام، دول أساسي معانا. هنحط بقى قرفة، جنزبيل، كزبرة ناشفة، كبابة صيني، بابريكا. حلو قوي كده، دي التوابل على بعضها. ماشي، بعد كده بقيه التتبيله بتاعت الشاورما: زبادي، ميه بصل، وعصير ليمون، وشويه زيت. بس كده البطل بتاعنا النهارده حاجتين: الليه اللي هتدي الطعم المميز جدا للشاورما بتاعتنا، ومجموعه التوابل او بهارات الشاورما اللي هنركبها مع بعض دلوقتي. دول كده الاساسي معانا في الوصفه. بعد كده عندنا صوص الطحينة الكريمي المميز جدا جدا، بيدي طعم رائع للسندوتش الشاورما. عبارة عن كوباية طحينة ونص كوباية زبادي، الزبادي مقداره بيبقى نص الطحينة، ثوم مفروم، عصير ليمون، ملح، وربع كوباية مية بس، اللي يعني ايه امشي بيها بس الطحينة مع الزبادي. ده صوص الطحينة يا جماعة المميز جدا جدا بتاع المحلات، اللي دايما بنقول شاورما اللحمة بتاعة المحلات او بتاعة المطاعم السندوتشات بيبقى فيها طعم حلو، هو طعم صوص الطحينة اللي هنعمله دلوقتي مع بعض. اول حاجة بقى يلا نسمي بسم الله ونتبل الشاورما بتاعتنا. وبعد ما تتبليها كل ما تسيبيها مدة اطول في التتبيلة كل ما تديكي نتيجة احلى واحلى باذن الله. اول حاجة التوابل بتاعتنا دي نجيب معلقة ونخلطها مع بعض. يلا يا جماعة أرقام التليفونات موجودة قدامكم اهي على الشاشة، يلا اتصلوا وصبحوا عليا وادوني طاقة إيجابية كده في أول الأسبوع كده نشتغل مع بعض. واللي عنده أي وصفة نفسه نعملها يلا يتصل بينا يقول لنا. التوابل أهي بتاعة الشاورما هخلطها كلها على بعضها. يا رباب صباح الخير. صباح الخير يا لولي، ايه القمر صباح الفل ديك يا رباب، ربنا يكرمك بخاطرك. ازيك يا حبيبه قلبي؟ ربنا يكرمك يا رباب، احلى صباح. قمر قمر قمر، وبعدين بهجه كده وبوزيتيف انرجي وحاجه مش ممكن. انتوا اللي ناس زي العسل كلكم والله يا رباب. انا بحبك قوي والله، بحس ان انت اختي. الله يكرمك الله يكرمك بجد يعني. حبيبتي نورتيني وصباحك زي الفل. صباح الفل يا حبيبه قلبي، صباح الفل. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي يا حبيبتي. بصوا انا عملت ايه، خلطت كل التوابل والبهارات اللي اتفقنا عليها في المقادير على بعضها. ده لونها المميز جدا وريحتها، وهيبقى ليها طعم مميز جدا في تتبيله الشاورما بتاعتنا. خلاص دي اول كده خطوه انا عملتها معايا، باخد منها معلقه كبيره لكل كيلو شاورما اللحمه، والباقي هحطه في برطمان واكتب عليه بهارات او توابل الشاورما استعملها وقت الحاجه. حلو كده، هنعمل ايه بقى؟ ادي بولة هحط مية بصل، وعرفنا بنعملها ازاي، ببشر بصلاية كبيرة او بصلتين
كده واحط عليهم شويه ملح، وبعدين احطهم في المصفى السلك واضغط عليهم بايدي ينزلوا لي الميه بتاعه البصل دي. كده ميه البصل بتتحط الاول، وبحط عليها عصير ليمون. بسم الله، يبقى انا كده حطيت السوائل اللي عندي في المقادير على بعضها، ميه البصل وعصير الليمون. بعد كده اتفقنا معلقه كبيره، وطبعا ايه زي ما انتم عارفيني دايما بحط كده شويه زياده عشان خاطر الحبايب. حطينا معلقه كبيره وشويه من بهارات الشاورما اللي عملناها، وبعدين فلفل اسود زي ما احنا متفقين، اي لحمه في الدنيا زودي الفلفل الاسود، حبيب اللحمه جدا. وادي الملح بس كده، ودي كده اول خطوات معايا، هدوب التوابل والبهارات بتاعتي في ميه البصل او في السوائل الاول. مين معانا؟ قولي لي مين معانا. نقلب كده كل ده في بعضه، الشاشه يا جماعه من فضلكم، نقلب كده ندوب كل التوابل اللي حطيناها دي في السوائل دي. يا ام جنة، يا ام جنة صباح الفل. صباح الخير، صباح الهنا. الحمد لله يا حبيبتي، تسلم ايدك على الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها لنا. ايه رايك يا ام جنة في اكله الشاورما العربي النهارده؟ لا والله جامده من ايدك بس، ولا صعبه ولا اي حاجه، وهتعجبك جدا ان شاء الله. ده حتى تدوجني اللي انا ما بعرفش اعملها، هعملها والله واقول لك عليها. يلا يا باشا، وتتصلي بيا تقولي لي الدنيا معاكي ايه، وتقولي لي الشاورما طلعت عامله ازاي. بس عايزين الكريم الكراميل يا شيف هالة. عيني والله، حطه لكم الاسبوع ده، احلمي بس احلمي واحنا ننفذ من عينيا. الله يبارك لك، الله يبارك لك. عينيا يا حبيبتي، عينيا، اسلمي لي. حاضر، بصوا كده، بعد ما دوبت البهارات بتاعتنا كلها في ميه البصل وعصير الليمون، ادي شويه زيت مهمين جدا في تتبيله الشاورما، ولو عندك زيت زيتون يا سلام يبقى احلى واحلى. قلبي كده كله في بعضه. بعدين عندي سوائل ايه تاني؟ الزبادي. باخد السوائل والحاجات الطريه تدوب مع بعضها الاول بهذا الشكل. قلبي، شايفين اللون ده؟ هو ده لون البهارات والتوابل اللي تديني طعم ولون ممتاز للشاورما بتاعتنا. احنا شغالين على شاورما اللحمه، اللي هيسال شاورما الفراخ بنفس الطريقه؟ لا، شاورما الفراخ ليها توابل تانيه وليها تتبيله تانيه خالص. حلو قوي كده، زي الفل. شايفين دابت خالص ازاي وزي العسل. هناخد الشاورما بقى بتاعتنا. زي ما قلت لكم قبل كده، انا بفضل جدا ان انا لو عندي بوفتيك اجيب البوفتيك واقطعه على ايديا في البيت، اقطعه كده تقطيع رفيع بالشكل ده، ما بياخدش معايا وقت خالص في التسويه، وبيبقى احلى من اللي انا جبتها مقطعه. شاورما جاهزه بتبقى تخينه شويه، فما بنحبش ان احنا نجيبها جاهزه. لو عندك بوفتيك اشتغلي على طول. طيب ممكن بس الشاشه، بصوا اقلبها كده في التتبيله، ماشي كده، ماشي تمام. وبعدين هروح جايبه الليه، حته الليه اللي عندي، وهطعم بيها كده الشاورما، ماشي. طب وبعدين؟ وبعدين عندي في المقادير بصل، البصل اللي عندي ده هاخد منه شويه صغيرين بس كده مع الشاورما، ينزل لي صوص بسيط قوي كده ويخلي الشاورما تشربه، يعني يطعم لي كده اللحمه بتاعت الشاورما، مش البصل كله. الكميه اللي عندي، الكميه اللي عندي هتحط في الاخر، باخد منها شويه بس اطعم بيها كده اللحمه، واقلب كويس قوي. شايفين ازاي؟ وطبعا البقدونس ما بيتحطش دلوقتي، يبقى انا عندي بصل وعندي بقدونس، دول في الاخر خالص اهو يا جماعه. غطي بقى وسيبيها في الثلاجه في الخلطه الحلوه الجميله دي على قد ما تقدري، ساعه ساعتين ثلاثه من بالليل، وبيتيها في الثلاجه ولا اي حاجه اهو. لا قولي لي مش سامعه تاني، معلش الصوت بيقطع يا جماعه، قولي لي تاني. ام رمزي صباح الخير يا ام رمزي. صباح الخير يا هالة. يا صباح الهنا على عيونك يا ام رمزي. صباح القمر، صباح العسل المنور على الشاشة. يا حبيبتي ربنا يجبر بخاطرك يا ام رمزي، تسلميلي. صدقيني انت غالية عليا قوي قوي يا هالة. وانا بفرح لما بسمع صوتك جدا يا حبيبتي والله بجد. ربنا يخليكي، صدقيني عملت كباب الحلة، كل ما عايز حاجة اروح مطلعها الصفحة بتاعتك. الله عليكي، الله عليكي يا حبيبتي. جميلة جميلة صراحة، كل حاجتك عسل يا هالة. يا رب يخليكي ليا وما تحرمش منك ابدا يا رب. حتى نزلتها لك على صفحة ما اعرفش بقى صفحتي غيرتيها ولا ايه. لا هي اللي عليها العلامه الزرقاء جنب الاسم، ما تشوفيش اي صفحه ثانيه بنفس الاسم.
اللي ممكن. جنبها العلامه الزرقاء يا ام رمزي جنب الاسم ماشي. بقول لك وبقول لكل حبايبنا اعملوا معروف اللي جنب الاسم العلامه الزرقاء خلاص. ايوه حاضر. نورتيني يا حبيبتي نورتيني. عايزك تعملي بقى الشاورما النهارده بالتتبيله دي وتعملي لهم احلى وجبه كده وتقولوا لي يا جماعه اتصلوا بيا وقولوا لي الشاورما طلعت معاكم زي بتاعه بره ولا احلى. ان شاء الله تطلع احلى. دلوقتي بقى هركن الشاورما في التتبيله كده. انا بالنسبه لي طبعا مستعجله فمش هقدر اركنها كتير، لكن زي ما قلت لك في البيت اركنيها زي ما انت عايزه. كل ما هتركنيها وتسيبيها في التتبيله كل ما تديكي نتيجه احلى باذن الله. وممكن تعملي كده وتحطيها في اكياس وتشيليها في الفريزر، تطلعيها بقى من الفريزر تشتغلي بيها زي ما هنعمل. تعالوا دلوقتي نعمل صوص الطحينه على ما تاخد وتدي بس في التتبيله كده مع نفسها. صوص الطحينه بتاعنا اشيلها دي تبتالي اشيلها لكم خالص صح؟ النبي حاسه. شفتي قلب الام؟ نشيلها كده نركنها شويه ونعمل صوص الطحينه بتاعنا. المقادير بتاعتنا كان فيها كوبايه طحينه ونص مقدار الطحينه زبادي، يعني اهم يا ستي. يلا نوريهم لكم تاني. كوبايه طحينه نص كوبايه زبادي بنفس المج اللي بعاير بيه، وفص ثوم وعصير ليمون وشويه ملح اهي. الله ينور الله ينور يا قمر. فين الملح؟ انا حطيته فين؟ مش تفكريني بالملح. ادي الملح. هنعمل ايه بقى؟ واحده واحده كده معايا. عايزين نجيب سباتولا اهي. هننزل الاول بالطحينه، ممكن نعمله في الخلاط وممكن نعمله بالهاند بلندر زي ما انا هعمل دلوقتي. ما عندكيش هاند بلندر هنشتغل بالخلاط عادي جدا. بصي يا ستي ادي كوبايه الطحينه. قولي لي يا اكرام. اهلا وسهلا. صباح الفل وصباح الهنا صباح العسل. الله يكرمك. ايه الكلام الحلو ده يا اكرام؟ الله يخليك. تستاهلي اكتر من كده والله العظيم. يا حبيبتي تحرمش منك يا رب ابدا. تسلمي لي يا حبيبتي. يعزك. ايه رايك يا شيف هاله؟ قولي لي لو تعملي لنا اكلات يا حبيبتي مش لازم يكون فيها مثلا لحمه او كده. قولي زي ايه؟ زي انا معاكي جدا طبعا. لا ده انا اللي معاكي. ماشي يعني انت تقولي الفكره وانا اعيش بقى. بالظبط. حاضر. بس كده قصدي كده يوم كده نخليه الاكلات الحرشه بقى البلدي بتاعتنا دي صح؟ عيني عيني يا اكرام. هنا حطيت الطحينه والزبادي وحطيت ملح وحطيت ثوم وعصير ليمون. هي دي مقادير صوص الطحينه الكريمي جدا. كل اللي هنزوده دلوقتي يا دوبك بس ربع كوبايه ميه مش اكتر من كده، والملح قليل تمام عشان عندي عصير ليمون، وفي نفس الوقت مش عايزاه يبقى محدق شويه لان انا عندي ملح في الشاورما وكمان عندي خيار مخلل هحطه جوه الساندوتش. خدوا بالكم من الحاجات الصغيره دي. خيار مخلل والشاورما متبله وفيها ملح، الصوص لما احط فيه ملح زياده الدنيا هتبقى حادقه جدا معايا. خلاص خلي كل حاجه كده الملح فيها على الحياد عشان كل ده هيتحط على بعضه. ربع كوبايه ميه. بسم الله حاجه بسيطه كده. الصوص ده بيبقى تقيل شويه علشان ما يبوش العيش تمام. وبعدين انا هجيب الهاند بلندر وزي ما قلت لك ما عندكيش هاند بلندر اشتغلي في الخلاط عادي جدا. تعالوا بقى نضرب كل ده. بسم الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صوص كريمي جدا وهو ده يا جماعه سر من اسرار سندوتشات شاورما اللحمه الجاهزه. ده سر عبقري. لو سمحتوا اي حد هيعمل سندوتشات الشاورما لازم لازم الصوص ده يبقى معاه اساسي. مش التوميه، التوميه حلوه جدا جدا مع الفراخ، لكن صوص الطحينه مع سندوتشات شاورما اللحمه عبقري. ماشي. طب استني ندي بس الشاورما صدمتها ونطلع فاصل. ماشي ادي الشاورما بتاعتنا زي ما قلت لكم انا مستعجله عليها. انتوا لا. هعمل ايه بقى بعد ما انقعها شويه؟ غير ان التتبيله بتاعتي سايله هي نفسها بعد ما تقعد في التتبيله هتنزل سوائل تاني وهتنزل ميتها.
مش هينفع نديها صدمه صح وهي مليانه سوائل كده. فاول خطوه هعملها هجيب مصفى بالشكل ده كده، وهجيب الشاورما بتاعتي واصفيها من التتبيله دي خالص. خلاص هي المفروض دلوقتي شربت التتبيله واتشبعت بيها، اصفيها بقى منها علشان تاخد صدمه صح من غير ما تجيب ميتها. لو جابت ميتها تنشف معاكي، تشد معاكي. لكن كده بصوا نصفيها خالص ازاي اهي، تنزل لي كل الصوص من المصفى من تحت هكذا اهي يا ستي، وانا مولعه النار على ووك حلو كده يسخن كويس قوي. خدوا بالكم من البصل والليه اللي اتبلت كمان مع الشاورما. انا عايزه اقول لكم طول ما انا بقلب كده الريحه طالعه رائعه ما شاء الله عليها. هنحط شويه زيت تمام، والليه كده كده حاطينها في الشاورما، الليه هتطعم لي الشاورما من غير اي حاجه خالص. يلا بينا بقى قبل ما نطلع فاصل الزيت بس يسخن سيكه بس كده، وهو بيسخن بقى افضلي قلبي في الشاورما، نزلي كل الخلطه السايله نزليها كلها. شكرا ليها هي. بصوا تبلت الشاورما ازاي، شايفين الشاورما شكلها عامل ازاي اهو بالشكل ده ماشي. وبعدين هاخد شويه بسم الله شويه بشويه كده واديهم صدمه. الله الله الله، ثانيه كده، وبعدين الثالثه، افضل كده لغايه ما الكميه كلها تخلص معايا بالشكل ده. بس يا ستي بالليه بشويه البصل الصغيرين اللي حطيناهم بس كده، ومش هقلب دلوقتي خالص، هسيبها لما تاخد من تحت التشويحه بتاعتها وتاخد لسعه بسيطه كده تحميره كده كانك قال ايه مثلا كانها شاورما مشويه. فالتحميره اللي تحت او اللسعه اللي هتاخدها من تحت دي مهمه جدا جدا. ايه رايك بقى نطلع دلوقتي فاصل يا عمر؟ يلا بينا نطلع فاصل على ما الشاورما بتاعتنا تاخد صدمتها الصح المظبوطه، وهنطلع على ريحه الشاورما ونرجع تاني على ريحه الشاورما. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. طبعا المنظر اللي انتم شايفينه ده يوصل لكم الريحه لغايه عندكم. زي ما انتم شايفين الشاورما اول حاجه اديتها لسعه كده في الاول علشان تديني تحميره الشاورما الحلوه من غير ما تنشف. تعالوا نشوف بسم الله. بصوا التحميره دي كده خلاص استوت زي الفل. البصل نزل لي شوية مية خفيفة قوي والشاورما شربتها على طول، وده كان المقصود ان انا احط شوية بصل في الاول خالص. كده خلاص استوت معايا وخدت تحميرة حلوة اهي زي ما انتم شايفين. المفروض بقى دلوقتي ان انا خلاص هطفي النار. هنعمل ايه بقى وهي على عين البوتاجاز كده؟ زي ما هي طفيت النار هروح واخدة شوية بصل برضو متقطع جوليان رفيع كده، ده بقى مجرد انه يدبل بس من السخونيه بتاعه الشاورما مع شويه بقدونس، وده اللي بيميز الشاورما العربي. وبعدين نقلب. الله 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 يا ام ادم اهلا وسهلا. يا صباح الهنا صباح العسل، الحقيني في الريحه دي يا ام ادم. انت هيقف بعد الشر عليكي. والقمر ده ايه اللبس الجميل ده بتجيبيه منين؟ يا رب يخليكي، ما انا بكتب لكم على صفحتي على طول.
حبيبتي ربنا يكرمك دايما يا رب. يا رب منوره بيوتنا كده. تعيشي ده من ذوقك والله. حبيبتي والله يا ست هاله انا بحبك قوي. ربنا يخليكي ودايما اسمع صوتك معايا على طول يا رب. حبيبتي يا ست هاله. تسلمي لي يا قمر. مجمعه الاحبه يا رب. تعيشي يا حبيبه قلبي اشكرك على ذوقك الف شكر. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط جريل على النار او طاسه عاديه او حتى صينيه علشان ندي كده تحميصه حلوه للسندوتش بتاعنا. العيش السوري عادي بتجيبيه من اي مطعم مفيش اي مشكله وممكن تقدري تعمليه كمان على ايديكي يعني ما ممكن يتعمل عملناه قبل كده وموجود على اليوتيوب وزي ما قلت لك ممكن تشتريه تبعتي تجيبيه. نعمل واحد كفايه كده مفيش وقت ولا ايه رايكم؟ طيب يبقى هو يا دوبك واحد بس. انت كده ايه تمام؟ بصوا بقى كده ادي العيش بيجي لك كده حته متنيه صغيره دايره متنيه صغيره دي اللي هيبقى عليها الحشوه كلها. هناخد صوص الطحينه اللي عملناه مع بعض المميز جدا جدا هفرده كده بالشكل ده. الفرده اللي انت هتفرديها دي هو ده حجم السندوتش معاكي عشان تبقي عارفه. ممكن نحط شويه بطاطس وممكن لا وخيار مخلل. طبعا الخيار مخلل واللفت دي من اهم مميزات سندوتشات الشاورما الجاهزه. وبعد كده هناخد الشاورما بقى بالبصل بالبقدونس بحاجه كده يعني النهارده الله عليكي انت والله يا حبيبتي. بصوا اهو وزعي كده فين بنوزع فين؟ في الحته اللي انا فردت فيها صوص الطحينه اللي انا اصلا لقيت الرغيف متني عليها مش اكتر من كده. وبعدين هروح واخده الجنبين بالشكل ده واخده الجنب ده كده مثبتاه اهو والجنب ده كده مثبتاه. مهم جدا الجناحين دول اثبتهم كده. حلو الكلام حلو الكلام. وبعدين نروح واخدين العيش بسم الله عاملين كده مثبته كده بصوابعي واخده بالصباع الثاني كده ومبططاه ما بيبقاش مدور بيبقى مبطط كده بالشكل ده. وبعدين اقفله على الفتحه اللي تحت اهو بس يا ستي. وقوام قوام كده زمان الجريل بتاعنا سخن هنحط كده سنه زيت بسيطه بسم الله هو خلاص زي الفل. تشويحه خفيفه بس وهسمعكم احلى سلام عليكم دلوقتي. ممكن يلا بننزل السندوتش على الناحيه المفتوحه علشان على طول تلزق وتمسك في بعضها بسم الله ودوسي عليه كده اهو. انا بقى علشان اعمل لكم بالظبط نفس الشاورما العربي الوجبات جبت العلب دي بسم الله اهي وبحط فيها شويه بطاطس بالشكل ده هوت كده عشان لما نيجي نقدمها للولاد بقى يعني ايه دي زي الجاهزه بالظبط. وهجيب كده حلقات فلفل برده زي ما بتتقدم كده وممكن احط شويه خيار مخلل معاهم اهو. وعايزين نشيل كل ده صح يا صح صح يا اللي في بالي. حاضر استني بس بسم الله. يلا اهو خلاص اهو انت شايفه ايه انت شايفه ايه وخلصنا بسم الله. نجيب حاجه نقطع عليها وسكينه وخلاص يا قمر خلصت الشغلانه بس كده بس كده. وعملنا يا ستي وجبه الشاورما العربي اللي بره بمبلغ وقدره عملناها في البيت بمنتهى السهوله بسم الله اهو. نقطعها مضطره طبعا اقطعها وهي سخنه مولعه عشان خاطركم عايزه اوريكم بس بتتقدم ازاي وشكل الحشوه من جوه عامل ازاي. اهم حاجه عايزه اوريها لكم صوص الطحينه بيبقى شكله عامل ازاي. تلسوعه تلسوعه بصوا الصوص من جوه مع الحشوه عامل ازاي. تقدروا تحطوا بطاطس وتقدروا ما تحطوش بطاطس يعني دي بقى ايه اختيار. بيتقدم كده بهذا الشكل بس يا ستي اهو وتحتيه البطاطس كده. ادي وجبه من الوجبات للشاورما العربي اللي بتتقدم في المطاعم عملناها النهارده بمنتهى السهوله. وزي ما قلت لك يا حبيبتي ربنا يخليكي نبقى عارفين احنا مقدمين ايه وعاملينها ازاي. كفايه بس شويه التوابل والتحابيش الحلوه اللي عملناها في تتبيله اللحمه دي لوحدها حكايه يعني. دلوقتي غدوتنا الحلوه خلصت بس حلقتنا لسه ما خلصتش. ان شاء الله عندنا فقرات هتعجبكم جدا والفقره اللي جايه مهمه جدا انا مستنياها
اكتر منكم كمان. يا ترى هي ايه؟ اطلعوا فاصل بسرعه وارجعوا لي نشوف الفقره بتاعتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. أهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. زي ما شفتوا معايا في الفاصل الأولاني حاولنا وجبة معينة بدل ما احنا متعودين نشتريها من برة، لا هنعملها على ايدينا في البيت ونبقى عارفين احنا عاملين ايه ومقدمين لأولادنا ايه. غير ان شوية توابل كده عملناها هي البطل بتاع الحلقة، مهمة جدا جدا. دلوقتي بقى يا جماعة وصلنا للفقرة الطبية، والنهاردة في فقرة مهمة زي ما قلت لكم قبل الفاصل انا مستنياها زيكم بالظبط. معانا ضيفنا الكريم اللي كلنا ان شاء الله نستفيد من كلامه ونستفيد من نصايحه وهنزنقه زنقه جامده جدا. مين بقى؟ دكتور عادل دياب، دكتور صيدلي واخصائي التغذيه الاكلينيكيه. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك، منورني بجد. منوره حضرتك يا فندم، وفرحانه جدا ان حضرتك معانا. انا اكتر بكتير والله. اهلا وسهلا بيك. بس مش عارفين ازاي نيجي نتكلم النهارده مع الناس في الحاجات دي وما شاء الله وانت عامله كده. الاكل اللي قدامنا ده ما شاء الله، والريحه كمان، يعني الناس يعني حبايبنا اللي بيشوفونا مش شامين، انا قاعد شامم يعني. طب ده انا محضره لك طلب. مش عارفه انت هتعمل ايه لو طلبته منك يعني. تمام. هو طلب جماعي. تمام. لا مش اكل. تمام. بص يا دكتور، احنا عايزين نخس، نعمل ايه؟ عايزين نخس. تمام بالزبط. انا وكل اللي بيتفرجوا علينا عايزين ناكل وعايزين نخس. ناكل ونخس. ما هو ده العرض اللي احنا، ما هو مع الكلام ده لازم ناكل ونخس. مش هينفع نقول للناس ما تاكلش يعني. ما هو ده العرض اللي احنا جايين النهارده ان شاء الله نتكلم فيه مع الناس. تمام. جايبين لهم عرض متكامل. تمام. اكل واخس واستفيد صحيا. واستفيد صحيا. طبعا. كمان. حلو. اكل جدا. تمام. واخس واستفيد صحيا. تمام. العرض بتاعنا النهارده فيه ثلاث حاجات اساسيه. تمام. بس تبقى مركزه معانا كويس جدا عشان ثلاث حاجات دي انا اول واحده مركزه اهو. تمام. اول حاجه الكورس نفسه اللي احنا هناخده، كورس الصحه. تمام. ده كورس للتخسيس والرشاقه، ناس نفسها تبقى زي الفنانين. ايوه، نسميه كورس الجمال او كورس الفنانين بالظبط يعني. كده. تمام. الحاجه الثانيه الهدايا اللي على العرض بتاعنا او الكورس بتاعنا. تمام. الحاجه الثالثه الخصم اللي على الكورس بتاعنا. كل ده النهارده. تمام. ثلاث حاجات. وجبه الشاورما العربي عامله شغل. طبعا، امال ايه، لازم مع الكلام ده. تمام. طيب الكورس بتاعنا عباره عن كبسولات ونقط واعشاب. تمام. وعليهم هديتين، الحزام والكريم نتكلم عليهم، وخصم 75% والشحن مجانا. تمام. حلو. تمام. جدا. خصم 75% جداً. للناس اللي بتشوفنا وبتتصل على الارقام طالعه على الشاشه. تمام. والشحن مجانا لاي مكان في مصر. طيب تمام. ايه الكورس بقى، نتكلم ايه الكورس؟ الكورس نفسه. تمام. نبدا بالكبسوله بتاعتنا. الكبسوله انا بعتبرها من الكبسولات العبقريه شويه. تمام. تتعامل مع جسمنا ومع المعدة بتاعتنا بذكاء شديد، بتغطي النقط الأساسية اللي الناس كلها بتشتكي منها. في ناس عندها الحرق ضعيف. في ناس عندها بتحب الأكل، شهية مفتوحة على طول. بالظبط، شهية مفتوحة على طول. تمام. في ناس ممكن تكون ما بتتحركش خالص لظروف صحية أو لغيره. بالظبط كده. تمام. إن أنا ما أقدرش أقول لكل حد لازم تنزل. صحيح. تلعب رياضة، لأن في ناس مش هتقدر. تمام. فلازم أغطي كل النقط دي. الكبسولة بتاعتي رقم واحد بتقفل الشهية. تقفل الشهية ملناش علاقة بالجهاز العصبي خالص، بتشتغل على المعدة. تمام. فيها تركيبة جميلة من الألياف
مع مجموعه من المواد الفعاله، مع نشرب ميه كويس. الكورس بتاعنا لازم نشرب معاه ميه كويس، تمام؟ بتبدا تملا لي جزء كبير من فراغ المعده. فاللي بيحصل في الحاله دي ان انا باقل كميه من الاكل، تمام؟ بشبع. باكل من كل حاجه وبشبع. كبسوله امنه بالظبط، بتملا لي المعده بطريقه امنه جداً. مليون في الميه، تمام؟ ولا بتشتغل على المخ، لا لا ولا خالص، بتشتغل على الجهاز العصبي زي ما حضرتك قلت بالظبط كده، تمام؟ دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه بترفع معايا الحرق، لان في ناس حرقها ضعيف جدا. في ناس تقول لك انا ما باكلش، صحيح، ولكن ما باكلش كتير ولكن بزيد، تمام؟ بترفع معايا معدل حرق، تمام؟ عشان كده مع الكورس بتاعنا الناس هتحس من وقت للتاني ان جسمها بيبدا ايه، يسخن شويه، في طاقه كده، في باور، في باور كده، ابتديت احس اني عايزه اقوم اتحرك بالظبط كده، تمام؟ الحاجه الثالثه انها بمع الوقت مع تكرار استخدام الكبسوله دي بتبدا تقلل لي حجم المعده، توصلها للحجم الطبيعي اللي هو المفروض يبقى لتر. حجم المعده بتاعتنا تقريبا لتر. لتر يا دكتور؟ ده لتر قد ايه؟ لتر حجم المعده لتر. امال كل اللي احنا عمالين نحشيه على مدار اليوم وبالليل ده بيروح فين؟ المشكله ان المعده يعني مطاطيه، بتاخد وتدي معانا، لو زودنا مشكلة. بتبدا تزيد. فانا عشان كده الكبسوله دي بتساعد مع الوقت، لان انا قللت حجم الاكل بتساعد انها ترجع لي حجم المعده للوضع الطبيعي بتاعي جداً. اللي هو اللتر بتاعي. وبالتالي يرجع الاكل تاني ايه، يقل. دي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه معايا انها بتشتغل على الدهون الموضعيه، الدهون الثلاثيه اللي موجوده في منطقه البطن الجناب اللي بتضايق الناس. ناس كتير بتخس ويقول لك انا عندي مشكله في المكان ده، وخصوصا البطن بالذات، يعني مشكله يعني الكرش. مشكله الكرش، تمام؟ كل الجسم بيخس ما عدا المنطقه دي، بتبقى اصعب منطقه دايما ننزلها. فيها من المواد الفعاله بتاعتنا ماده بتشتغل على الدهون المخزنه في الانسجه الدهنيه او في الخلايا الدهنيه، تمام. في المكان ده تبدا تسخن المنطقه، تحرك الدهون، تنزل في الدم، يبدا الجسم يستخدمها. وعشان كده احنا مدخلين مع الكورس بتاعنا الهدايا، هنتكلم عليها بعد ما نكمل الكورس. ما انا واخده بالي وكنت لسه اقول لك، بس قلت لا احنا ماشيين خطوه واحدة واحدة. خطوه، تمام كده. النقطه اللي بعد كده عندنا بعد كده الايه، الاعشاب. الاعشاب فيها توليفه جميله جدا، تمام؟ يعني من ضمنها حاجه زي المرمريه مثلا، دي بترفع لي الحرق، تمام؟ بتفضي لي الجهاز الهضمي بتاعي، القولون، الامعاء، بتنظفهم، فبتخلي الواحد تحس دايما انه مرتاح. في ناس على فكره ممكن تلبس، تلاقي لبسها الصبح مش ظابط عليها وهي وزنها مش زايد، ولكن بس عندي القولون منتفخ شويه، انتفاخ القولون بالظبط، فانا لابس اللبس وانا متضايق ماسك. لا ده الكلام ده مش هيبقى موجود ان شاء الله. احنا كمان كده بنعالج الجهاز الهضمي بالظبط كده. فيها مجموعه ثانيه من الاعشاب بتظبط لي مستوى السكر في الدم، بتحسن لي نضاره البشره، ودي مهمه جدا طبعا عند السيدات والبنات، تمام؟ بتنشط وظائف المخ، الذاكره، التركيز، كل الكلام ده مهم جدا. احنا محتاجين الكلام ده بدرجه كبيره جدا، محتاجين ان احنا واحنا بنخس وبناكل احنا صحيا بنستفيد وبنبقى افضل، تركيزنا بيزيد، الذاكره عندنا احسن، بشرتنا بتتحسن، حلو قوي، ما بنحسش ان احنا تعبانين. وكمان معانا بقى النقطه، الحاجه الثالثه، النقط. النقط بتاعتنا ممتازه جدا، انها بترفع لي الحرق وسريعه الامتصاص، يعني حاجه جسمي بيمتصها بسرعه يبدا يرفع الحرق معايا. فانا كده ضمنت ان انا في خلال ال 24 ساعه بالكامل انا معدل الحرق عندي مرتفع، لان طبيعي الحرق بيقل بالليل شويه. لا انا كده غطيت الفتره دي كل ده، وخصوصا الاعشاب، يعني الناس اللي متعوده تشرب شاي بالظبط عندها الاعشاب ده، تستبدل الشاي بالاعشاب، مشروب سخن في منتهى الجمال جدا جدا، تمام؟ فدي كلها فوائد هنقدر ناخدها من الكورس بتاعنا. طيب دي اول نقطه في العرض بتاع النهارده، عرض الصحه. النقطه الثانيه عندنا الهدايا. الهدايا بتاعتنا الكريم، تمام؟ والكريم ده بتاع النضاره وبتاع شد الجلد وبتاع علاج السيلولايت وعلامات التمدد، تمام؟ في تركيبه جميله، في بعض المواد زي الكاموميل والكولاجين، تمام؟ بتسيح الدهون، بتساعدنا نسيح الدهون، اشد الجلد عشان واحنا بنخس الجلد ما يكرمش، ما يحصلش ترهلات بعد فقدان الوزن، زي ما بيحصل مثلا عن طرق تخسيس ثانيه بيضطروا يتعرضوا لعمليات قص الجلد وحاجات كده بالظبط. ده كتير بعد ما بيعمل عمليه ويخس فجاه والكلام ده، انا محتاج ان انا بالظبط ترهلات، بيحصل ترهلات، تمام؟ وفي ناس ما يحصلش ترهلات بس الجلد بيبقى مكرمش شويه كده، لا كل الكلام ده ما بيبقاش موجود، والكريم ده اقدر استخدمه على اي مكان في الجسم، تمام؟ ولكن بيزيد معاه بقى فعاليه الحزام، بس الحزام على البطن بس، الحزام الحراري، تمام؟ اقدر البسه لو انا كمان هتحرك في البيت او هعمل اي حاجه، واقفه في المطبخ، يعني امارس النشاط اليومي بتاعي عادي جدا، دهن الكريم وحاطه الحزام ولابسه الحزام وما عنديش اي مشكله خالص. تقدري سيادتك تقدري تعملي الكلام ده بمنتهى السلاسه، اهم حاجه بس ان انا ما انامش وانا لابسه الحزام، تمام؟ ما اجي انام اقلع الحزام، تمام؟ تاني العرض ده
عرض الصحة أو كورس الصحة خصم 75% شحن مجاني لأي مكان في الجمهورية. تمام تمام. لحبايبنا اللي بيتكلموا بيشوفونا وبيتصلوا على الأرقام اللي طالعة على الشاشة. الأرقام اللي موجودة يا جماعة على الشاشة. دكتور عادل النهاردة جاب لنا أولا خصم كبير جدا جدا على الكورس الممتاز زي ما شرح لنا، شرح لنا بالتفصيل وبهدوء الكورس بتاعنا كل حاجة فيه، لما باخدها بتعمل إيه، بنفهم إيه اللي بيحصل جوه جسمنا. كورس آمن وطبيعي 100% وعليه خصم كبير جدا 75% النهاردة. طبعا يعني هدفع مجرد ربع الثمن. مش بس كده، ده الكورس بتاعنا النهاردة جاي عليه هديتين يعني يساعدوا على حل مشكلة تانية. أنا بخس بس البطن ما بتنزلش، لا يا ستي، أنا بخس بس اللي بلاقي الجلد عندي بقى فيه ترهلات، بقى شكل الجلد مش عاجبني، بقى مشاكل كتير قوي بتحصل. النهاردة دكتور عادل جاب لنا الكريم اللي عمل صيحة كبيرة قوي وشكرته فيه جدا، وبتكتبولي في الرسائل على الصفحة قد إيه الكريم ده عجبكم جدا جدا. الكريم ده اللي بيستعملوه في مراكز التجميل بره في الجلسات وبتدفعوا عليه مبالغ قدرة مبالغ كبيرة جدا. النهاردة الكريم ده جاي لكم هدية مجانية. مش بس كده، ده الحزام الحراري الأصلي المستورد مش العادي اللي موجود في السوق، الحزام ده كمان موجود معانا النهاردة هدية مجانية. بقى الكريم والحزام هدية مجانية النهاردة في عرضنا النهاردة، زائد الخصم 75%. ما وقفناش لغاية كده، ده احنا كمان عاملين الشحن مجانا لجميع محافظات الجمهورية، والمتابعة مجانية من فريق طبي على أعلى مستوى. نقطة المتابعة بقى. نقطة المتابعة. الناس أنا يعني عايز أفهم الناس حاجة، مفيش حد اسمه ما بخسش، مفيش حد اسمي مش هعرف أخس، مفيش حاجة اسمها أنا جسمي خس لحد كده وهيقف. أي حد هيعرف يخس، ولكن لازم يروح لناس متخصصة تقدر تساعده. صحيح. فأنا مش عايز الناس تبقى مترددة، أنا عايز الناس تاخد الخطوة، وإن شاء الله الفريق الطبي هيقدر يوصل أي حد للوزن اللي هو عايزه. وعملناها كتير. عملناها كتير فعليا. الفريق الطبي لما أنا بتصل بيه بتصل على الأرقام اللي طالعة على الشاشة. تمام. الفريق الطبي هيتواصل معايا وهيقدر يوصل لي، يفهم حالتي ويقول لي الكورس المناسب ليا، ويفضلوا معانا لغاية مدة الكورس متابعة مجانية وأنا قاعدة في مكاني. طبعا. طيب إيه رأي حضرتك نشوف حالة، نشوف صورة؟ طبعا. اتفضلي. يلا بينا نشوف صورة حالة من الحالات اللي خدت الكورسات. أهي يا دكتور. تمام. دي حالة من الحالات يا جماعة، يعني باين جدا. أيوة. الفرق يعني كأنها يا دكتور بقت النص بالظبط. انا فاكر الحالة دي. الحالة دي كنا بدأنا حوالي 117 كيلو، حاليا حوالي 87 كيلو، نزلنا حوالي 30 كيلو ما شاء الله. طبعا يا دكتور في الحالة دي او كل الحالات اللي بتتصل المتابعة مهمة جدا، يعني المتابعة وصلتها للمرحلة دي ما شاء الله. والمتابعة ليه؟ لان انا ما اتصل لازم اقول حالتي الصحية. لازم اقول وزني وطولي. تمام. وسني. تمام. الحالة الصحية، طيب في حد ممكن شايف انه حالته الصحيه سليمه فما يقولش لو بتاخد ادويه لازم تقولها، كل صغيره وكبيره لازم اقولها، لان في ادويه معينه في حد ممكن يكون مثلا اتضايق يومين ثلاثه فرح خد اي دواء اكتئاب، ادويه اكتئاب بتقلل الحرق، بتزود معايا الوزن، بتاكل اضعف. جديده المعلومه دي. لا ازاي بقى، ادويه الاكتئاب بتقلل الحرق وبتزود معايا وبتاكل الناس، تخلي الناس تاكل اكتر فيبدا الوزن يزيد. فلازم اشرح كل حاجه لان كل حاله هيكون في كورس مناسب لها. تمام. مش زي ما مثلا الناس تقول لك ايه، لا انا مش هقول لهم النقطه دي في التليفون مش مهم، دي ما تهمهمش. لا 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 يا جماعه، مش انتوا اللي تحكموا، انتوا قولوا كل حاجه عندكم والفريق الطبي هو اللي هيحكم دي مهمه ولا مش مهمه. صح كده، الدكتور والمحامي دول اللي بنقعد قدامهم لازم نقول كل حاجه على طول. لازم اعترف حتى بالغلط، يعني الحالات بدنا بنتكلمنا في التليفون، لا معلش لازم نعترف احنا ايه اللي عملناه غلط. أيوة. عشان نعرف نصلحه عملتي. بعد كده احنا مش هنعاقب، ولكن احنا هنصلح اللي احنا غلطة اللي عملناه. فلازم نبقى واضحين عشان الكورس المناسب هو اللي هيجيب نتيجه معانا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا معانا تليفون. تمام. معانا تليفون استاذ حمزه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. زي حضرتك. صباح الخير. صباح الفل. صباح الهنا. انا بكلمكم من القاهره. اهلا وسهلا. انا والله شفت البرنامج، حبيت اعمل مداخله واكلم الدكتور واكلم حضرتك. اهلا واشكركم بصراحه. لنا لنا يا استاذ حمزه ايه اللي حصل؟ لان انا في ده يعني بسبب البرنامج ده، من خلال البرنامج ده كلمت الناس دي. الحمد لله. وبعدين وخسيت في فتره يعني فتره وجيزه بصراحه، ما يقرب من 30 كيلو. يعني نزلت 30 كيلو. كنا بادئين كام كيلو؟ كنا 110. 110. تمام. دلوقتي بقينا 80. بقينا 80 دلوقتي، يعني 79 80 81. حلو جدا. ما شاء الله. في مدة قد ايه؟ ما شاء الله. في مدة قد ايه؟ في 3 شهور تقريبا. 3 شهور وكم يوم كده.
ثلاث شهور. طيب حسينا بتعب او اي حاجه اثناء الكورس؟ ولا اي حاجه ولا اي حاجه بصراحه. ورحت صيفت مع اولادي ورحت وكانت الدنيا جميله خالص والوضع اختلف تماما. تمام. كنا بنلعب رياضه، بنجري، بنعمل اي حاجه؟ لا، هو الشغل الحركه العاديه، مفيش وقت. الحركه العاديه، اليوم العادي، النشاط العادي جدا، مفيش وقت. حتى سلم ما فيش طلوع سلم اسانسير. بس الحمد لله دلوقتي حاسس ان انت صحيا بقيت احسن. الوضع اختلف تماما، يعني كان الواحد كان حاسس انه عنده امراض الدنيا بصراحه. لا بجد، يعني احنا اللي بنشكرك عشان خدت الخطوه واهتميت ان انت تراعي صحتك ويراعي نفسه وتراعي اللي جاي. يعني بجد لا، احنا اللي بنشكرك والله يا استاذ حمزه، نورتين. طب ناخد صوره حاله؟ تمام، يلا بينا ننزل صوره حاله كمان مع بعضينا. دي حاله تانية. تمام. كانت كام يا جماعه وبقت كام؟ هي طبعا باين جدا يا دكتور الفرق، وما شاء الله عليها، يعني كويس انها في السن ده ابتدت تنتبه. الحاله دي برضو انا فاكرها، لان الحاله دي لانها كمان يعني ربنا يعافيها، هي في ايدها زي ما بين شايفين في الصوره كده، في عكاز في ايدها. تمام. يعني معنى كده مفيش حركه خالص. الحاله دي نزلت 30 كيلو في 3 شهور. 30 كيلو في 3 شهور، وكمان مع قله الحركه. مع قله الحركه. مع متوسط الكورس احنا بنقول في العادي من 12 ل 15 كيلو في الشهر، هي كده نزلت حوالي 10 كيلو. تمام، في الشهر. تمام، من غير حركه خالص او حركه بسيطه طبعا عشان ظروفها الصحيه. وده اللي بنقوله دايما للناس، ان احنا هنقدر نخس حتى لو احنا مش بنتحرك، وحتى لو احنا بناكل. هناكل كل حاجه، ولكن الكبسوله والكورس بتاعنا المتكامل هيجبرنا ان احنا ناكل بكميات معينه. اهم حاجه ان مش مهم ان انا هاكل بكميه قليله، المهم ان انت ما حرمتنيش من حاجه. هتاكل من ده وهتاكل من ده وهتاكل من ده. تمام. اللي انت عايزه هتاكل منه. تمام، ولكن هتلاقي نفسك بتشبع بكميات قليله، فانت هتلاقي نفسك كلت وما انتش متضايق، مفيش حاجه حرمت نفسك منها. بالزبط. ولكن الناس ايه، تبدا تاخد الخطوه، تبدا تتواصل معنا ان شاء الله، وان شاء الله لما يتعامل مع الفريق الطبي على حسب كل حاجه هنلاقي نتائج ممتازه باذن الله. طب ايه راي حضرتك نقول عرض النهارده تاني؟ العرض بتاعنا تاني ثلاث حاجات اساسيين، الكورس بتاعنا كبسولات عرض الصحه. كورس وكبسولات، الكبسولات والنقط والاعشاب، وعليهم هديتين. النقطه الثانيه عندنا الهديتين، الحزام الحراري وكريم التخسيس، والنقطه الثالثه الخصم بتاعنا، خصم 75% وشحن مجاني لجميع محافظات الجمهوريه. تمام. احنا اول نقطه عندنا الخصم. ايوه. ليه؟ اللي يهمنا. ابدا بيها يعني بعد كده. يعني اهم حاجه عندي الخصم، اهم حاجه عندي ان انا مثلا ما اروحش الاقي منتجات ب 100,000 جنيه، لا بالعكس خالص. تمام. لا مفيش النهارده، مفيش الكلام ده. اتصلوا على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه واسالوا على العرض واسالوا على السعر. احنا النهارده هندفع ربع ثمن الكورس، عندنا 75% خصم. طبعا ده خصم كبير جدا، يعني مش اي حد يقدر يعمل الخصم الكبير ده. بالظبط كده. صح كده؟ صح. وعندنا كده كمان الكورس اللي بيغطي معايا 30 يوم. بالظبط. من غير حرمان. لا من خالص. غير قوانين، ما حدش بيفرض عليا اي حاجه خالص. لا، وعليه حاجات كمان، ان احنا بنستفيد صحيا، بناكل اللي احنا عايزينه. بالظبط. وبنخس. بالظبط. تمام؟ ثلاث نقط اساسيين، الكورس بتاعنا ثلاث حاجات اساسيين اتكلمنا فيهم، تمام؟ والناس تتصل وان شاء الله الناس هتتواصل مع الفريق الطبي وهيقدموا لهم ان شاء الله. بإذن الله. مش هننسى دايما ان الشحن مجانا لجميع محافظات الجمهوريه، وكمان المتابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى، هيفضلوا معاكم وياخدوا بايدكم خطوه بخطوه لغايه مده الكورس كلها ما تخلص. دكتور عادل دياب، شرفتني. شرف لينا يا فندم. الله يخليك. واشكرك على الهدايا الكريمه والخصم الكبير جدا. اشكرك يا فندم. اللي اتمنى ان كلنا ان شاء الله نستفيد. امر الناس دايما. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. اشكركم على متابعتكم الكريمه، واتمنى من الله ان الحلقة كلها تكون عجبتكم، واشوفكم على خير بكرة ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ومن النهاردة لبكرة سيبكم في رعاية الله.